السلام عليكم أعزائي طلاب التعليم المدمج. إن شاء الله احنا مع بعض في لقائنا التاني في مادة أساسيات التكاليف. في هذا اللقاء إن شاء الله هنستكمل بسرعة كده في جزء قليل الباقي في المواد، مشاكل المتعلقة بالرصيد، وحننتقل بعده إلى العنصر التاني الأساسي من عناصر التكاليف طبقا للتبويب النوعي اللي احنا خدناه اللي هو تكلفة العمالة بإذن الله. نيجي نشوف بقى مع بعض هي مشاكل الرصيد المتعلقة بالمواد. مشاكل الرصيد المتعلقة بالمواد أو المستلزمات السلعية. عندي العديد من المشاكل، أهمها أول مشكلة التلف أو العجز بالمخازن. طبعا التلف أو العجز في المخازن نتيجة إن أنا بيبقى عندي الرصيد، المفروض أنت عندك الرصيد في المخازن مثلا 1000 وحدة، رحت بتجرد تلاقيه 800. 800 دول يبقى في نقص في الرصيد 200، في نقص في الرصيد 200. النقص قد يكون تلف، يعني حاجة باظت بيبقى لها قيمة بيعية، أو حاجة فقدت وبقى في عجز نهائي. طيب التلف أو العجز ده لما أجي أعالجه لازم أفرق بين حاجتين: إثباته في صفحة الصنف والمعالجة المحاسبية له. إثباته في صفحة الصنف بيثبت منصرف حسب طريقة التسعير. حسب الطريقة بسعر وارد أولا يبقى هاخده من أول الأسعار، متوسط تكلفة هاخد إيه؟ متوسط التكلفة. المعالجة المحاسبية هفرق ما بين أو هقسمه إلى مسموح به وغير مسموح به. الغير مسموح به لازم تبقى عارفه في أي حاجة أيا كانت خسارة تحمل على قائمة الدخل. المسموح به ده تكلفة غير مباشرة تحمل على مركز المخازن، تمام؟ يبقى هنا لو قلت مثال حدث تلف في أحد الأصناف قدره 1000 وحدة حيث كان رصيد المخازن 800 وحدة بسعر 10 جنيه و200 وحدة بسعر 15 جنيه بالترتيب ده، والشركة تتبع الأول في الأول، تتبع سياسة الأول في الأول. يبقى هنا الحل بتاعها هيبقى ايه؟ اول حاجة قيمة المنصرف طبقا لسياسة اول من اول هيبقى من اول الاسعار، يعني هيبقى 150 في 10، حصل تلف عبارة عن 150 وحدة، 150 في 10 ب1500. طيب هنا هيكمل يقول لي مثل التلف المسموح به يعادل ثلث الكمية، يبقى 150 دول هقسمهم ثلثهم 50 مسموح به والمية التانية غير مسموح به. تكلفة 50 اللي هي تبقى 500 دي تكلفة
مخازن، تحمل على تكلفة المخازن. المية دي في العشرة اللي هو هيبقى 1000، دي هتبقى خسارة تروح قائمة الدخل. لازم عارفين كده. وانت خدت حتى في التلف الاولاني في الوارد، وفي الوارد قلنا التلف المسموح به بحمله على تكلفة الجيد، والتلف غير المسموح به بيبقى خسارة. فالتلف غير المسموح به في كل الحالات بيبقى ايه؟ خسارة بتحمل على الايه؟ العملية بتاعتي. تمام؟ يبقى ده التلف او العجز في المخازن. المشكلة التانية هي مشكلة المرتجع إلى المخازن. أنا صرفت 1000 وحدة، بسعر 10 جنيه، تمام؟ و 500 وحدة بسعر 20 جنيه. استخدمت منهم 900 وحدة، يبقى رد للمخازن 600 وحدة. طيب اللي رديته ده دخل المخازن، يبقى يعالج كوارد، يعالج كوارد بصيغة عكسية لسياسة الأول في الأول. ما هو احنا ما خدناش إلا الأول في الأول متوسط التكلفة. متوسط التكلفة كان هيدينا متوسط سعر، فهيبقى عندي سعر واحد فهستخدمه. لكن هنا المشكلة عندي في الأول في الأول. أنا استخدمت كام؟ 900. هستخدمهم منين؟ من الألف. هيبقى اللي بقى اللي أنا رديته 100 في 10 ب 1000، و500 في 20 ب 10,000، يبقى اللي رديته ب 11,000. يبقى دي تكلفة المرتجع. يبقى المرتجع يعالج كوارد. المرتجع يعالج كايه؟ كوارد. وارد بايه؟ حسب السعر المنصرف بيه مع تطبيق السياسة. لو متوسط تكلفة، لو قال انا صرفت ال 1500 وحدة دول متوسط تكلفة 15 جنيه، يبقى هي هرد ال 900 ب 15 جنيه. او هرد ال 600 ب 15 جنيه. لكن هنا باخد بقى ايه؟ برد. عشان كده بقول لك بالسياسة عكسية، هاخد ال 500 الأول دول اتردهم وال 100 من اللي فوق. ليه؟ لأنه المفروض هو هيستخدم اللي فوق الأول. تمام؟ طيب، نيجي نشوف ثلاثة. الزيادة في الرصيد. زي ما احنا بنجرد المخزون نلاقي في عجز، ممكن يبقى ايه؟ زيادة. فده برضو يعالج كوارد طبقا لاخر سعر ورود. اشوف اخر سعر جالي بكام، كنت شارية بكام، وعالجه كوارد بيه. ده في دفتر الايه؟ الصرف. محاسبيا يخصم من التكاليف الصناعية غير المباشرة أو من تكلفة الإنتاج. أو من تكلفة الإنتاج. أربعة، التحويل بين الأوامر. انا صرفت لامر 101 500 وحدة، استخدم منهم 300 وحول للامر 102 ال200 التانيين. المخزن ملوش علاقة هنا خالص، بطاقة الصنف ولا المخزن ملوش علاقة. كل ما هنالك انا صرف ال 500 بسعر 10 مثلا، يبقى ده استخدم 300 في سعر 10، وهنا هحول ده في 200 بسعر 10. بمعنى يخفض من الامر المحول منه
ويضاف على الأمر المحول عليه. بس أدي المعالجة بتاعتي. ده بالنسبة للمعالجات بتاعة المواد. كده يبقى احنا خلصنا الفصل بتاع المواد. هنبدأ ان شاء الله في الفصل التاني اللي بعد كده، وهو المتعلق بالايه، الاجور او تكلفة العمالة. يبقى الوحدة اللي بعد كده، الوحدة الخامسة، تكلفة العمالة أو الأجور. طبعا جزء النظر المتعلق بها، أهدافه ومستنداته ودورة العمل فيه إلى آخره، ده أنت هتقراه. احنا هنا هنركز على حاجتين. أول حاجة مكونات الأجور النقدية، الأجر النقدي أنت بتقبض، وبعدين حاجة هنسميها الأجر الشامل أو معدل الأجر الإيه؟ الشامل. وبعدين هنا هنحسب معدل، وهناخد بعد كده تحليل الأجور، وهناخد تحليل الأجور. أنا ما نيجي نشوف، أنت لو بتشتغل أو أي حد بيشتغل، أهم حاجة بياخدها في الأجور هو المبلغ اللي بيقبضه كل شهر أو كل يوم أو كل أسبوع، اللي احنا بنسميه الأجور النقدية. طيب الأجور النقدية دي عبارة عن إيه؟ الأجور النقدية هي كل المبالغ التي يحصل عليها العامل نقداً في شكل نقدي، وهي تتضمن أول حاجة الأجر العادي عن وقت العمل الكلي الذي قضى في العمل. اشتغل 5 أيام يبقى 5 أيام، اشتغل 20 ساعة يبقى 20 ساعة. وده هيساوي، احسبه ازاي؟ كل الوقت اللي قضاه مضروب في معدل الاجر العادي، في معدل الاجر الايه؟ العادي. معدل الاجر العادي ده ممكن يكون يومي، شهري، اسبوعي، حسب طبقة اللي عندي. فلو كان عندي مثال قضى عامل مثل 8 أيام، 5 أيام عمل بمعدل 8 ساعات يوميا، حيث معدل أجره العادي، معدل أجره العادي كان 10 جنيه. يبقى هنا الأجر العادي هيساوي 5 × 8 × 40، كل الوقت في 10 يبقى 400، يبقى أجره العادي 400. يبقى ده أول حاجة. الحاجة التانية حاجة بسميها علاوة الزمن الإضافي. علاوة الزمن الإضافي دي عبارة عن إيه؟ انت لو اشتغلت يوم جمعة، يوم الجمعة ده اجازة بتاخد عليه اجر عادي واجر اضافي. لو اشتغلت ساعتين زيادة عن ساعات العمل بتوعك فتاخد علاوة زمن ايه؟ اضافي. علاوة الزمن الاضافي تحسب عن ساعات او اوقات العمل الاضافي فقط، بمعدل الأجر الإضافي. فلو قلنا مثلا في المثال السابق
اللي احنا قايلينه، ساعات العمل العادية في للعامل ده كانت عبارة عن 35 ساعة. يبقى هو كان اشتغل العامل المدة بتاعته، مدة العمل اللي اشتغلها في المثال زي ما قلنا كانت 5 × 8 = 40 ساعة، يبقى في 5 ساعات وقت إضافي. دول هضربهم في معدل علاوة الزمن الإضافي. لو فرضا هو قال لي علاوة الزمن الإضافي 20% من الأجر العادي مثلا، ده مثلا مش شرط كده، ممكن 30 40، يبقى 5 × 10 في 20% يعني 10 جنيه. يبقى هنا ده المدة العمل الايه بتاعته في هذه الحالة. يبقى العمل الإضافي كده هيبقى معادلته ساعات عمل إضافي مضروب في معدل علاوة الزمن الإضافي. الأجر العادي ساعات عمل عادي وإضافي في معدل أجر العمل العادي، لأن العمل كله بيحسب عليه أجر عادي. الحاجة الثالثة اسمها الأجازات الممولة، أجازة الجمعة، الأعياد، المناسبات إلى آخره، دي مدفوعة الأجر بنسميها مدفوعة الأجر. 4، في عندي المكافآت التشجيعية، واحد اشتغل كويس فديته مكافأة بياخدها نقدا. 5، حاجة اسمها المنح النقدية في مناسبات خاصة، مكافأة عيد العمال، مكافأة مولد النبي في العيد، أي مكافأة. ده كده مجموع ال5 بنود دول، لواحد زائد 2 + 3 + 4 + 5 اللي هم حط عليهم دواير كده، اللي هم دول 5 دول اسمهم إجمالي الأجر النقدي، إجمالي الأجر الإيه؟ النقدي. طيب يستقطع من الأجر النقدي مجموعة بنود إجبارية واختيارية. إجبارية قانونية بنص القانون اللي هي الضريبة على المرتبات والأجور وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية. لازم كل واحد موظف أو بيشتغل مؤمن عليه يتخصم منه دول. الاختيارية بقى العامل هو المتسبب فيها بمعنى أصح، زي إيه؟ مثل نفقة شرعية مرفوع على قضية نفقة، زي إيه؟ زي مثلا أقساط، اشترى حاجة بالقسط وبتتخصم من عنده، زي مثلا جزاءات إدارية لما بيخطأ أو بيتأخر عن العمل بتاعه يقوم الشركة توقع عليه جزاء، ده اسمها استقطاعات. دي استقطاعات. إجمالي الأجر النقدي نحن 5 بنود أولانيين ناقص إجمالي الاستقطاعات يساوي صافي الأجر، يساوي صافي الإيه؟ الأجر. ناخد مثال كده، نحسب مثال عامل بأحد المصانع توفرت عنه
البيانات التالية: مدة العمل العادية 5 أيام 8 ساعات يوميا، معدل الأجر العادي 20 جنيه للساعة، مدة العمل الفعلية 52 ساعة، تغيب العامل يوما ولم تقبل الشركة عذره، حصل العامل على مكافأة تشجيعية 200 جنيه، معدل الأجر الإضافي 40% من معدل الأجر العادي، معدل الأجر الإيه؟ العادي. يستقطع من مرتبه 5% نظير المرتبات و3% نظير التأمينات، كما يخصم منه 20 جنيه أقساط مشتريات. في ضوء ذلك: 1. الأجر العادي للعامل يكون ألف ب جيم دال، ده لا شيء. الأجر العادي هو اشتغل مدة عمل فعلية 52 ساعة، يبقى أنا هنقول 800 ألف و40 650. الأجر العادي العامل هياخده عن إيه؟ عن مدة العمل الفعلية كلها اللي هي 52 ساعة مضروبة في 20 معدل الأجر بتاع الساعة، مدة كل المدة في معدل الأجر العادي، صار اضرب كده يبقى 0 4 10، يبقى الإجابة ب. طيب اتنين، علاوة الزمن الإضافي تكون ألف ستة وتسعين ب أربعمية وستاشر جيم ميتين دال لشيء مما سبق. يبقى إذا هنا ألف هنشوفها إزاي، هي مدة العمل الإضافي كام؟ هنشوف هو اشتغل 52 ساعة، عادي منها كام؟ 5 أيام في 8 ساعات ب40، يبقى في 12، يبقى مدة العمل الإضافي 12، علاوة الزمن الإضافي ال40% في الأجر العادي، يعني 40% في 20 يعني 8، 8 في 12 ب96، يبقى الإجابة 1000. 3. إجمالي الأجور النقدية ألف 1040 ب 1100
36 جيم 1500 دال لا شيء مما سبق. شوف إجمالي الأجور بتاعتي، هنيجي نشوفه عنده أجر نقدي عادي اللي هو 1040، عنده علاوة زمن إضافي اللي هي كام؟ اللي هي 96، عنده مكافأة تشجيعية 200. اليوم اللي غابه ده بدون عذر ما خدش عليه اجر، يبقى ده مش جزء من الاجر. حتى لو سألني يعد جزء من الاجر هقول له لا، لانه بدون مرتب. يبقى ده كام؟ 1336. يبقى الاجابه لا شيء مما سبق. يبقى الاجابه لا شيء مما سبق. صافي الاجر، البند الرابع، صافي الاجر الف يكون هنا صافي الاجر هحسبه الف، هنحط كده 1040، ب هنحط 1000 جيم هنسيبها دال، وهنحسب صافي الاجر. صافي الاجر عباره عن ايه؟ اجمالي الاجر اللي احنا حسبناه 1336 ناقص الاستقطاعات. هو قال لي الاستقطاعات حاجتين، 5% و3%، يعني 8%. اضرب 8% في الرقم ده، يبقى هنا 8 ومعانا الأربعة ب24 و4 28، 8 ومعانا الاثنين ب24، 6 ومعانا الاثنين ب8 و2 10، يبقى 186، يعني حوالي 107. لما اطرح 107 من هنا يبقى هنا ده هيطلع لي هنا 9 1 1 1، 1119. يبقى الإجابة 1119. يبقى ده ايه؟ صافي الأجر. يبقى هو ده الأجور النقدية والاستقطاعات وصافي الايه؟ الأجر بتاعي في هذه الحالة. طيب النقطة اللي هنتكلم فيها هي الأجر الشامل. هل العامل ما بياخدش غير أجر نقدي؟ الأجر الشامل، الأجر الشامل هو كل ما تتحمله المنشأة مقابل العمل، مقابل العمل. الأجر ده عبارة عن ثلاث حاجات: أجور نقدية اللي احنا قلناها في البند السابق كما سبق توضيحه، حاجة اسمها بسمها المزايا العينية، سكن، تغذية، لبس، ملابس ده تتحملها الشركة، عملت له سكن جماعي، عملت له تغذية، جابت عربية توصله. مزايا عينية، حاجات يستفيد بها العامل بس غير نقدية. دي بمقدار ما تتحمله الشركة، بمقدار ما تتحمله الايه؟ الشركة. يعني لو عندي مزايا عينية 5000، لو بتتحملها الشركة كلها تبقى تدخل ضمن الأجر، كلها الشركة. لو بيتحمل العامل 2000، يبقى اللي هعتبره ميزة، يبقى المزايا اللامعتمدة اللي هحطها هنا في الأجر الشامل تبقى 3000. حصة الشركة أو المنشأة في التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية جزئين، جزء بيدفعه العامل اللي احنا خصمناه منه، وده بيتخصم من أجره النقدي اللي احنا وضحناه في النقطة اللي فاتت، وجزء بتتحمله الشركة. يبقى اللي بتتحمله الشركة هو فقط ما تتحمله
الشركة فقط. فلو كان إجمالي التأمينات الاجتماعية 25,000، نصيب العامل أو العاملين 5,000، يبقى الشركة بتتحمل كام؟ 20,000. يبقى هو ده الايه القيم بتاعتي. فلو قلنا مثلا عندي بلغت الأجور النقدية 20,000 والمزايا العينية 8,000، يتحمل العاملين منها 3,000، ونصيب الشركة في التأمينات الاجتماعية 12,000، فإن الأجر الشامل يكون، هناخد 20 كلها كده عشان ما فيش عليها أي حاجة دلوقتي، زائد المزايا العينية هشيل اللي تحمله العامل، يبقى 8 ناقص 3 5، زائد نصيب الشركة في التأمينات الاجتماعية 12، يبقى هنا 20 و17 37، تمام؟ يبقى ده الأجر الشامل، أجر الشامل كل اللي بيحصل عليه العامل في شكل نقدي أو عيني أو إلى آخره. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجة اسمها حساب معدل الأجر الشامل. حساب معدل الأجر الشامل يحسب معدل الأجر الشامل بالمعادلة التالية: الأجر الشامل الدائم أو المستمر، تمام، على مدة التواجد بالعمل التي يستحق عليها الأجر. الأجر الشامل الدائم هو كل الأجر الشامل بعد استبعاد ما هو عرضي أو مؤقت أو غير متكرر. مثل، وهقول لك اللي مثلي دلوقتي، مدة التواجد بالعمل هي كل مدة التواجد بالعمل، سواء كان وقت عادي أو وقت إضافي أو غياب بعذر مقبول، اللي هو بنسميه أجازات ممولة. مدة ده كله هو مدة التواجد. طب هنا بقول أجر الشامل الدائم أو المستمر. في بعض المبالغ اللي عامل بياخدها بتكون غير مستمرة، زي ايه؟ الأجر غير المستمر، بنود الأجر غير المستمر أو العارض أو غير الدائم، زي ايه؟ زي علاوة الزمن الإضافي، دي مش دايما، إذا كان في زمن إضافي فيه ومش كل العمال ممكن ياخدوها. المنح في المناسبات، سواء كانت نقدية أو عينية، دي في مناسبة. مش المكافآت التشجيعية، مش الكل بياخدها ومش باخدها في كل وقت. نصيب العمال من الأرباح، دي بنود تستبعد من الأجر الشامل وأنا بحسب إيه؟
معدل، لكن بتدخل ضمن الاجر الشامل ولا بحسب؟ لو بحسب بس الاجر الشامل بس، لو اقول لك احسب الاجر الشامل، كلمه الاجر الشامل يبقى هدخل كله، لكن الاجر الشامل اللي بحطه وانا بحسب المعدل هو اللي هستبعد منه الكلام ده. تمام، ده بالنسبه لمعدل الاجر الشامل. طب نيجي نشوف مثال كده ونطبق. مثال: بلغ الأجر النقدي المستحق للعامل عن الساعة 50 جنيه، كما بلغت التأمينات الاجتماعية التي وردتها الشركة عن العامل 500 جنيه، نصيبه منها 100. حصل العامل على وجبات غذائية مجانية قيمتها 500 جنيه، بلغت ساعات العمل خلال الشهر 250 ساعة عمل، منها 50 ساعة إضافية. تحسب علاوة الزمن الإضافي بنسبة 20% من الأجر النقدي. حصل العامل على مكافأة تشجيعية، مكافأة تشجيعية 1000 جنيه. طيب المطلوب حساب معدل الأجر الشامل للعامل. حساب معدل الأجر الشامل للعامل. يبقى هنا لو انا اتكلمت عن الاجر الشامل بكلمه الاجر الشامل، الاجر الشامل بس، يبقى الاجر النقدي كل العناصر اللي عندي بما فيها التامينات الاجتماعيه، بما فيها الاجر النقدي العادي اللي هو 50 ساعه، 250 ساعه في 50، علاوه زمن اضافي اللي هي 50 ساعة في 50 في 20%، وجبات مجانية مزايا عينية دي 500 تحملتها الشركة كلها، في مكافأة تشجيعية، مكافأة تشجيعية كانت 1000 جنيه، كل ده الأجر الشامل. لكن لما اجي احسب المعدل، علاوه الزمن الاضافي عارض اشيله، المكافاه التشجيعيه عارضه اشيلها، يبقى اللي هيدخل هو ايه؟ بس الاجر النقدي والوجبات الايه؟ المجانيه بتاعتي في هذه الحاله. لا، ناقص لنا هنا التامينات الايه؟ منات الاجتماعيه. هو 500، نصيب العامل 100، يعني الشركة بتتحمل 400. ده مستمر وده مستمر والوجبات مستمرة، أما ده وده عارض. يبقى أما أجي أحسب معدل الأجر الشامل هيساوي، هاخد البنود الثابتة 250 في 50،
يبقى هنا 250 في 50 زائد 400 تأمينات الاجتماعية زائد 500 الوجبات، يعني هنا 12500 زائد 900 يبقى 13400 على الوقت. الوقت كله كان 250 ساعة، لأن مفيش حاجة مش محسوبة، على 250 يدينا 53.6. آخر نقطة هنتكلم فيها هنا هي تحليل الأجر إلى مباشر وغير مباشر. الأجر المباشر بالنسبة لي هو أجور عمال الإنتاج العادية، علاوة زمن إضافي إذا كان بناء على طلب العميل، والمكافأة التشجيعية. دول مباشر. الغير مباشر أجور عمال الخدمات، علاوة زمن إضافي بصفة عامة، منح خاصة، أجازات ممولة، أجر وقت ضائع مسموح به. ده كده لو هحلل الأجر إلى مباشر وغير مباشر. فلو أنت جيت في التمرين بتاعك اللي فات ده وشفنا كده، هيبقى هنا عند أجور العمال الإنتاج اشتغل 200 ساعة عادي في خمس في المعدل اللي هو 53.6، والألف المكافأة هنا. أجور عمالها وخدماته وما هوش خدمات، علاوة زمن إضافي ما قاليش بناء على طلب العميل، يبقى 50 في 53.6. لو في منحة خاصة، أجازة ممولة، وقت ضائع مسموح به، يدخل هنا. فبحلل إلى مباشر وغير مباشر. بكده يبقى احنا خلصنا الأجور، حاولنا نلمها. يا ريت ترجع حضرتك للمسائل اللي موجودة في الكتاب وتشوف تحليل الأجور إلى مباشر وغير مباشر، وإلا أنا بعتبره مباشر وإلا ما بعتبرهش مباشر أو بعتبره غير مباشر، وحلل هذا الأجور. بكده بقى احنا غطينا بسرعة كده البند الثاني اللي هو الأجور، ونلتقي في المرة اللقاء القادم في التكاليف الصناعية غير المباشرة. أراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.